Good morning, ya Awal. How are you? Are you okay? Are you okay, Awal? خلينا يا أول نراجع this و that. This و that. This لمين يا أول؟ برافو عليكم. This للقريب مني. That that للبعيد عني. برافو عليهم أول. إذا this عن إشي قريب مني و that لمين؟ للإشي بعيد عني. إيش يعني my؟ my إشي بحكي فيه أنا، بحكي فيه عن حالي، بحكي my names اسمي، my pen قلمي. إذا إشي أنا بملكه أنا يا أول. إذا my لمين يا أول؟ إلي. بحكي this is my bag، هذه حقيبتي. my names فداء، أنا اسمي. this is my pen. this is my tablet. إذا my يا أول لمين؟ لي. my لمين يا أول؟ نكتب هون على اللوح. هون my لمين يا أول؟ لي يعني اسمي، اشي بخصني انا. ماشي اول. بحكي my pencil، my book، my family عائلتي. بحكي my grandma جدتي، my brother اخي. لكن اليوم يا اول رح نحكي عن يور. اليوم يا اول رح نحكي عن يور. ايش معنى يور يا اول؟ يور اللي هي انا بحكي لما احكي انا عن حدا قدامي، بحكي له ايش يا اول؟ يور يعني يور نيم اسمك، يور بن قلمك، يور بنسل قلمك، قلمك الرصاص، يور بوك كتابك. ماشي اول. اذا ماي الي، اما يور اللي هو لمين؟ لشخص تاني مش انا اللي بحكي له. يعني بحكي لك واتس يور نيم، انا بحكي لك ما اسمك. إذا يور لمين؟ لك. لمين؟ للشخص أنا بحكي معاه يا أول. إذا عندي يور معناها لك، للشخص أنا بحكي معاه. لكن ماي أنا بحكي، يور بحكي فيها عن مين؟ عن حدا مش إلي. لما أحكي لكم open your book، افتح كتابك. ماشي يا ميس. إذا يور هي من لمين؟ مش إلي، مش أنا بملكه هذا الإشي، بكون الشخص اللي قدامي هو إيش يا أول؟ اللي بيملكه. إذا يور إلي؟ لا إلك. مثلا your book كتابك، your grandma جدتك، your father والدك، your mom أمك، your sister أختك. إذا your معناها لمين؟ لشخص تاني مش إلي. طبعا يا أول نحل مع بعض التمرين اللي هو في الورك بوك بيج نمبر 30. بدي أحط this و that. this لمين؟ حكينا قريب مني، و that بعيد عني. ماشي يا أول. بدنا نحط هون، هون بحكينا read and write. بدنا نطلع عندي هون، عندي على توم وسارة. نطلع عندي على البيكتشرز، هون عندي على توم وسارة. توم شو بيحكي؟ This is my pen، هذا قلمي. That's your pen. That هذاك اللي بعيد عنه. your pen هذا قلمك يا سارة. when your pen اللي قلمها لسارة بدي يكون عندي بعيد عنه، اللي هي ايش؟ عندي number 5. هلأ شو بيحكي كمان مرة توم؟ this is my rubber، قريبة منه الربر. وين الربر القريبة منه؟ هيها في number 2. لمين تكون الربر؟ لتوم. that's your rubber، هديك اللي هناك. your rubber هديك محايتك. يعني هون لمين تكون عندي؟ لسارة. that's your ruler، شو أشرت له؟ that's هذيك البعيدة. your ruler هذيك البعيدة إيش مالها؟ مصدرتك يا توم. this is my ruler، قريبة منها مصدرتها. شو حكت؟ this is my ruler، معناته بدنا نكتبها هون يا أول. ماشي أول. بدنا نعرف this is قريب مني، that's بعيد عني، mine هو إلي. mine لمين يا أول؟ إلي. أما your لمين؟ هيها your ruler إلك، لك يا توم. your لمين؟ إلك. إذا your إلي؟ لا، بحكي لك what's your name، ما اسمك. this is your book، هذا كتابك. بكون عن كتابه جنبي. لما يكون بعيد عني شو بستخدم؟ that's your book. that's your book. ماشي أول. أول الحلوين بدي أطالبكم إيش يا مس؟ نتدرب على قراءة. ماشي يا مس؟ بدنا ندرب على قراءة إيش؟ هاي فقرة، شايف هدول؟ عندي 1 2 3. بدنا نتدرب على قراءتهم. وبعث لي تسجيل صوتي مش فيديو،
ماشي يا مس، نبعث تسجيل صوتي للمس لان مش فيديو، لانه الفيديو مش راضي يحمل عندي. ماشي، اول تنتدرب مع بعض. نبدا. تي يو اتش بقراهم ذا، برافو عليهم. This is my pen. pen حكينا ايش هنا عندي، اللي بتتدلع. That's you كلها هاي الفضلها هيو. Your ايش pen. That's your pen. تي والاتش بش بقراهم ذا. This is my wrapper. Again. This is my wrapper. That's your wrapper. That's your wrapper. That's your ruler. Tom. That's your ruler. Tom. This is my ruler. This is my ruler. Okay, أول تقرأها وبعت لي فيديو القراءة. Goodbye.